السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم بيتكلم عن علامات تدل على انك شديد الحساسية للطاقة. ايه هي العلامات دي؟ اول حاجة بتشعر بمشاعر الاخرين حتى عند غيابهم، يعني لو انت كنت شخص متعاطف وعاطفي وعندك شفافية بتقدر انك تخترق مجال الطاقة الخاصة بالاخرين حتى لو هم عايشين في بلد تانية غير البلد بتاعتك او مدينة غير مدينتك او حتى في عالم تاني، فبتقدر انك تلتقط عواطفهم والترددات الطاقية بتاعتهم، يعني بتحس بيهم من على بعد ودايما احاسيسك بتبقى على حق وصح 100%. تاني حاجة انت بتشعر بالارتباك في الاماكن المزدحمة، يعني ما بتحبش ابدا الزحمة ولا الضوضاء، بتحب الهدوء والطبيعة والأماكن الهادية، بتفضل الحشود الصغيرة أو إنك تكون بمفردك لوحدك بدل من التجمعات، ولأنك بتقدر كمان تلتقط كل سلبية من سلبيات الآخرين، بتحس بمشاعرهم الداخلية لو وحشة، لو طلع منهم طاقة سلبية بتحس بيها، بتحس بانقباض وتبقى عايز تبعد عن المكان ده، فانت بتقدر تستقطب طاقتهم المختلفة والمربكة حتى لو كنت لا تعي حساسيتك المفرطة للطاقة. فانت لما بتتواجد بين جمهور كبير من الناس بتشعر بخليط من المشاعر الغير مفهومة، بتبقى حاسس انك متضايق، في تشوش، في عدم ارتياح جواك، فبتبقى عايز تسيب المكان ده بسرعة وتروح لمكان تاني يكون اكثر هدوءاً. ثالث نقطة انك انسان حساس جدا للاضواء، الاصوات، الروائح واللمسات، حساس لكل حاجة، ما بتحبش الاضواء الساطعة، بتحب الاضواء الخافتة الهادية، لديك حاسة ذوق ولمس وشم في غاية الحدة، يعني الحواس عندك بتكون قوية جدا. وانك تكون متعاطف، يعني عقلك وجسمك وقلبك وكل كيانك متصلان ببعض، يعني احساسك دايما في محله، قلبك وعقلك متفقين ان احساسك في شيء ما صح وعلى حق، فده بيجعلك اكثر حساسية لكل الطاقات بشكل عام. رابع نقطة، انت بتعرف اشياء لكن ليس لديك دليل على ذلك، دليل مادي او منطقي، بتعرف حاجات مواضيع او حاجات عن اشخاص وبيبقى مش معاك دليل على كده، في الناس ممكن ما تصدقكش، تبقى مش مصدقينك، لكن مع الوقت وبالادلة المادية اللي بيشوفوها بعد كده بيقولوا ده انت كان عندك حق، ده انت سبقت وقلت اني فلان كذا او الشيء ده كذا، فبيعرفوا ان انت عندك نوع من الشفافية، كأني مكشوف عنك الحجاب، عارف حاجات مستقبلية، فبيشوفوك انسان مختلف ومميز جدا، ودي موهبة ربانية رائعة، لكن وقتها بيكون ما عندكش دليل منطقي او مادي، بس بعد كده بتتعرف الحقيقة، فانت عندك قوة ملاحظة، عندك تركيز عالي، عندك حدس قوي جدا، ويمكنك التفكير والشعور باشياء لا يمكن للاخرين رؤيتها او الشعور بيها، انت بتكون سباق في الحاجة دي. يعني كمان تقدر تبص الإنسان لأول مرة وتكون ما تعرفهوش ولا حاجة، لكن تعرف هو من جواه كويس ولا وحش، ينبغي إنك تتجنبه ولا تتودد إليه، يعني مش بيضحك عليك، بتعرف الإنسان الكويس من الوحش بدون حتى ما تعشره أو يبقى فيه سابق معرفة. وممكن تكون قلت لحد من أصدقائك أو من أهلك أو معارفك او زوجتك ايا كان، تقول له انا حاسس اني فلان ده مش كويس، انا مش مرتاح له، في انقباض ناحيته، ان هو مخادع، ان هو كذاب، ويطلع فعلا كلامك على حق، في دي ميزة رائعة بتكون في الانسان اللي هو شديد الحساسية للطاقة. خامس نقطة، الناس نفسهم بيخبروك انك حساس للغاية وانك مختلف عنهم وعندك نوع من أنواع الروحانية والشفافية العالية، فأنت بتشعر بشكل أكبر منهم وبتفكر أكتر، بتكون عميق قوي
وبتختبر الكثير من المشاعر على مستوى أعمق من معظم الناس. فبعضهم بيروك إنسان مميز وعميق ما ينفعش يضحك عليك، مستحيل إن حد يخدعك لأنك واعي وفطن وذكي جدا. لكن الآخرين اللي هما بتكون جواهم مشاعر حقد اتجاهك ومشاعر كراهية وغيرة، بيشوفوك مجنون أو بتتظاهر بمعرفة كل شيء وإنك عايز تعمل نفسك الحويط المميز عنهم. فإنت ما تقلقش أبدا ولا تتضايق، لأن هم هيعرفوا عاجلا أم آجلا إنك على حق وإنك فعلا مختلف ومميز، وإن دي نعمة وموهبة من ربنا سبحانه وتعالى ليك، وإنت بتقدر تنميها بكثرة التعبدات والصلوات والالتزام في الصلاة والأذكار الدائمة والاستغفار. كل ده بيقوي الموهبة اللي عندك دي. سادس نقطة، إنك تقدر تكشف الكذابين بمنتهى السهولة والمخادعين. لو إنسان خاين، لو حد بيدبر لك مكيدة أو شر، بتقدر تكشفه بمنتهى السهولة، فبتبقى مأمن نفسك دايما. بتعرف تقرأ لغة الجسد ولغة العين، لغة الوجه، كل حاجة بشكل جيد للغاية. وأيضا تقدر إنك تحصل على صورة ذهنية من العواطف والحالات النفسية للآخرين. مثلا لو حد بيكذب عليك، هتلاحظ ده من التغيرات اللي موجودة في مجال الطاقة الخاصة بيه، نبرة صوته، تعبيرات وجهه، الإيماءات بتاعته، حركات إيده. بتعرف تقرأ وشه وتعرف هو صادق ولا كذاب. فكونك حساس للغاية ده يجعلك كآلة بشرية لكشف الكذب والكذابين. سابع نقطة، انك مش بتحب ابدا تشوف حالات العنف والاجرام والبلطجة، سواء كان في الحقيقة او على الشاشة او على النت او على التلفزيون. ما بتحبش ابدا تشوف الحاجات دي، حتى لو انت بتتفرج على عمل درامي وعارف ان ده تمثيل مش حقيقة. انت لان احساسك عالي ومشاعرك رهيفة وبتندمج بسرعة جدا في الفضاء النفسي والعاطفي للاشخاص، فانت ما بتحبش ابدا تشوف حالات سيئة فيها عنف ودم وقتل. بتحب الحاجات الحلوة المفرحة، لان دي بتصدر لك طاقة ايجابية وبتخليك حاسس كده بالانتعاش والبهجة. تامن نقطة والاخيرة، بتفضل تجنب مصاصي الطاقة اللي هم بيمتصوا الطاقة الايجابية وبيصدروا لك طاقة سلبية. الناس اللي بتشتكي كتير وبتبكي كتير ونكدية، يعني مفيش اي نفع منهم، فانت بتتجنبهم وبتتجنب الاحتكاك بيهم، لان هما بيمتصوا الطاقة منك. وطبعا لانك خبرة وواجهت تجارب كتيرة معاهم في الماضي، فانت بتعرف ازاي تتعرف عليهم من اول وهلة وانك تبتعد عنهم. اخيرا، ان الشخص الحساس للطاقة دي مش حاجة سهلة بالنسبة له أبدا، يعني هي ميزة لكن في نفس الوقت حاجة متعبة بالنسبة له. أنت بتبقى عامل زي الأسفنجة بتمتص الطاقة بمنتهى السرعة والسهولة، يعني بسهولة بالغة. وعليك أن تتعلم جيدا إزاي تحافظ على النعمة دي وإنها تفضل معاك وتبقى ميزة مش عيب. وكمان يجب أن تعلم بأن لديك القوة والإرادة والاختيار، فأنت ما تخافش أبدا من استخدام القوة دي والهبة دي لصالحك والاستعادة السيطرة على مجال الطاقة الخاصة بيك. في نهاية الحلقة أتمنى أنها تكون نالت إعجابكم واستفدتم منها. شكرا لحسن الاستماع، وأتمنى أنكم تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب لكي يصلكم كل جديد ومختلف من محتوياتنا. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.